مرحبا. للمعماري أياد نعوم اهتماما وشغفا كبيرا بالعناصر التراثية، حيث كان جامعا للعديد من هذه العناصر والتي اقتناها من مناطق الكاظمية والأحياء الشعبية القديمة كالعينات والخردكار والشناشيل والدلكات والأرسي والمحجرات والأقفال الحديدية، وكان يقوم بترميمها وإعادة تركيبها في بعض الدور والأبنية الحديثة التي كان يصممها، وكان من أهمها بناية تجارية في منطقة راغبة خاتون، حيث حصلت على جائزة من أمانة العاصمة كأجمل مبنى تراثي حديث بمعالجات معمارية تراثية لخلق مبنى ذو سمات تعكس طابعاً بغدادياً. كما حصل المعماري على موافقة دائرة الآثار والتراث العامة في ترخيص وإعادة بناء وترميم خان العساف المطل على شارع الرشيد، مع الحفاظ على واجهته التراثية، واعتبر هذا الترخيص أول موافقة تمنح لمكتب استشاري محلي. ولد المعماري أياد يوسف نعوم في بغداد في مثل هذا اليوم 15 من تموز من عام 1953. أكمل دراسته المتوسطة والثانوية في بغداد عام 1970، وحصل على البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة بغداد عام 1976. عين في وزارة الحكم المحلي، ثم نسب إلى المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية عام 1980، حيث صمم عددا من الأبنية النموذجية العائدة لوزارتي الداخلية والحكم المحلي. كلف بعدها بإدارة والإشراف على مشروع نادي الفروسية في منطقة أبو غريب مع مكتب الاستشاري المعماري هشام منير. صمم خلال خدمة الاحتياط في مديرية الأشغال العسكرية عددا من المشاريع المهمة، منها مستشفى الحروق والجراحة التجميلية. افتتح مكتبه الهندسي باسم مكتب النعوم الهندسي عام 1979، حيث صمم وأشرف على عدد من الدور السكنية، كما شارك بمسابقة تطوير شارع حيفا، ثم تم تغيير اسم مكتبه عام 1982 ليصبح الدار البغدادية للعمارة. شارك نعوم في العديد من المسابقات المعمارية، منها جامع الدولة الكبير ومسابقة تأهيل وإعادة إعمار مجمع جامع النوري في مدينة الموصل. أسس مكتبا للتصميم الداخلي في دبي عام 2002 باسم مقياس انتيريرز، وصمم الكثير من أعمال التصميم الداخلي لعدد من الفنادق السياحية والأبنية السكنية والمشاريع التجارية. ثم أسس مكتبا هندسيا استشاريا آخر في أربيل عام 2011 باسم مقياس للتصميم الداخلي والفضاءات الخضراء، وصمم عددا من الفنادق، ومن أهمها فندق سويس بيل وفندق حيالي بوتيك وعددا آخر من الأبنية التجارية ومعارض السيارات. جميع هذه التفاصيل تجدونها في موسوعة العمارة العراقية. الموسوعة هي عمل توثيقي إنساني عراقي متميز.